نظم مجلس الشارقة للتعليم حفل حصاد لتكريم الشركاء الاستراتيجيين والداعمين للحضانات الحكومية التابعة للمجلس، إلى جانب تكريم الفئات الفائزة في المسابقات المطروحة من قبل قسم الأنشطة والتعليم، منها مسابقة بصمة مفكر ومسابقة كان يا مكان. كما تم تكريم الأطفال الفائزين في مسابقة القارئ الصغير التي تضمنت حفظ 7 سور وأكثر من القرآن الكريم.